رجعنا مرة تانية وبنوصل معاكم لفقرة السوشيال ميديا. طبعا بالخبر الحزين اللي أفجع قلوب مصر كلها امبارح، هو استشهاد ضابط و14 جندي أثناء طبعا قيامهم بأداء واجبهم الوطني في مكافحة العناصر الإرهابية في شمال سيناء. وتعليقا على الخبر، نشر محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على الفيسبوك قائمة الشرف بأسامي الشهداء، وكتب رحم الله شهداء الوطن الأبطال وأدخلهم فسيح جناته. كمان كتب محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على الفيسبوك رحم الله شهداء الوطن الأبطال أدخلهم فسيح جناته، وربنا ينتقم من كل من شارك في تنفيذ الحادث. أما محمد جمال جرحي عضو مجلس إدارة الأهلي برضه فكتب على الفيسبوك سلام على من حاربوا الليل وعند الصباح بالأكفان قد عادوا، سلام على من عاهدوا الله والوطن فصدقوا المجد للشهداء.